في ظل غرقنا في الدنيا أصبح أحدنا ينظر إلى قلبه حسه صار أسود صار قاسي يعني تأخذ النفس تبع اللي فيه انشراح الصدر ما عم تقدر عم بحس فيه عم بمشي واروح واجي بس جسد بلا روح شو السبب لنشوف رب العالمين شو قال عن هالشي بالقران الشي اللي بيطمن لك قلبك والشي اللي كثير نحن بعدنا عنه الا من رحم الا من رحم الله تكلم عنك يا مؤمن تكلم عنك يا مؤمن باذن الله فقال سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب عبر طمن قلبك بذكر الله سؤال أنا بسأله لنفسي وبسأله لأخواني قديش عم نذكر الله سبحانه وتعالى في اليوم كم مرة نسبح كم مرة نستغفر كم مرة نهلل كم مرة نحمد الله في اليوم الواحد عم يحس حاله صار ضايع بهالدنيا ولا أنا ضايع مشتت ما أعرف ليش أنا بقول لك ليش رب العالمين قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله عندك حالتين يا ذاكر الله يا نسي الله طب لما نسوا الله شو صار ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم بتلاقي حالك عم تركض وعم تشتغل الدنيا مش لاقلك ما عم تنبسط ما عم ترتاح عشان الناس ناس ذكر الله شوف الفرق بينهم نسوا الله فنسيهم وبين تذكروني فأذكركم شوف الفرق بين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وبين الآيتين تعيد المنافقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره اللهم آمين حينما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم لما ذكر صفاتهم قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس بس هيك؟ لا في صفة ثانية ولا يذكرون الله إلا قليلا مش إنه ما يذكروا الله لا بيذكروا الله بس قليل هاي صفات المنافقين تتصور مسلم عم بيمر عليه احيانا يوم كامل ما بيذكر الله سبحانه وتعالى فيه يعني ما بيجلس مع نفسه بيعمل ورد سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله اكبر 100 مرة مثلا انت تطمن قلبك ارجع لذكر الله سبحانه وتعالى ذلك مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت بعمرك ما تفكر ان رب العالمين بعد عنك رب العالمين قريب واذا سالك عبادي عني فاين ايش؟ قريب بس انت اللي عم تبعد وكل ما تذكر عم بتقرب كل ما تذكر عم بتكون من اولياء كل ما تذكر عم بتكون ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده انت ذاكر ليل نهار اذا وقعت بس بتقول يا رب شوف المدد اللي حيبدا فيه رب العالمين قصه يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت بريك بطن الحوت قاع البحر يعني اذا خلص من الحوت ما يخلص من البحر اذا طلع من قاع البحر نص البحر لحاله وكانوا بعاصفه حرب بطنه حتى نجاه الله السلام فلولا ان كان من المسبحين كان يسبح رب العالمين كثير للبث في بطنه الى يوم يبعثون انت المشكلة اذا وقعت بضيق وانا اذا وقعت بضيق حنكون فلولا ان كان من المسبحين نحن اذا وقعنا بضيق في شيء يشفعنا والمستغفرين بالاسحار
وبالأسحار هم يستغفرون. نحن لو عالم ديه وكرب حنلاقي قدامنا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. حنلاقي هالشيء قدامنا يوم القيامة لما نشوف السيئات الكثيرة اللي عندنا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العبد ليأتي بذنوب كالجبال يوم القيامة فيجعلها الله هباء منثورا بسبب كثرة ذكره لله. عندك معاصي، ذنوب، خلوات، عندك أشياء أسرفت فيها على نفسك، بس عم تذكر رب العالمين، استغفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. شو كل ذلك العبد، كل المظلم نفسنا، شو عملوا؟ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذكر كلمة سبحان الله وحده خير من جبال الدنيا ذهبا ينفقها الرجل في سبيل الله. ما ولذلك الحديث ايش؟ وسبحان الله والحمد لله تملأ ايش؟ الميزان، ميزانك يوم القيامة، سبحان الله والحمد لله تملأه، أو تملأ ما بين السماء والأرض. طب كم مرة عم نقولهم؟ قديش في عندنا زهد بموضوع الذكر، 100 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أستغفر الله وأتوب إليه، 100 بياخذ معنا 10 دقائق و15 دقيقة بس، الصبح والمساء. عم نعملها؟ قديش نحن مقصرين؟ ذكر رب العالمين. وأنا أول المقصرين. ولذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بموضوع الذكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. أستغفر الله.